أسفرت مراسيم قرعة الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2020 قبل قليل من يومه الأربعاء عن مواجهات قوية لممثلي الكرة المغربية الوداد ورجاء، حيث سيواجه الفريق الأحمر خصمه النجمة الساحلية التونسية، في حين سيواجه الرجاء خصمه تي بي مازيمبي. ويستقبل فريق الوداد الرياضي فريق النجمة الساحلية التونسية على أرضه أيام 28 و 29 من فبراير الجارية، قبل أن يشد الرحال إلى تونس ليواجه النجم إما يوم 6 و 7 من مارس المقبل. غريم الوداد فريق الرجاء يواجه فريق تي بي مازيمبي على ملعب مركب محمد الخامس يوم 28 و 29 من فبراير الجارية، فيما الإياب سيلعب بالكونغو يوم 6 أو 7 من مارس.